برا بحرا وجوا يبحث الإسرائيليون عما يروجون أنها أرضهم يدركون اليوم أكثر من أي وقت مضى أنها ليست لهم منذ 7 من أكتوبر ارتفع عدد المهاجرين اليهود بشكل عكسي من إسرائيل وغادرها الآلاف بعد إخلاء مستوطنات الغلاف وفق إحصاءات رسمية إنهم نحو 900 ألف أولئك الذين غادروا إسرائيل بنهاية العام الماضي وارتفع العدد على نحو ملحوظ منذ السابع من اكتوبر تشرين الاول مع استمرار استهداف تل ابيب والمدن في الاراضي المحتله بصواريخ المقاومه تذكر بيانات دائره الاحصاء المركزيه الاسرائيليه. الخارجون من مطار بن غوريون ليسوا فقط اجانب اقاموا في اسرائيل ولا زائرون ان غالبيه عظمى منهم ممن ظلت الحكومات الاسرائيليه على مدار سبعه عقود تستقطب مزيدا من يهود العالم الى هناك. ها هم ينفضون بصواريخ لا تتوقف إن لم تصب سلامة الأجساد فقد أصابت فكرة تعمير البلاد من لم يهم إلى هجرة عكسية هروبا من اللأمن ينزلون في شوارع تل أبيب طلبا لإسقاط حكومة نتنياهو واستعادة من تعجز حكومة الحرب وجيشها على العودة بهم من خلال عملية برية في غزة منذ أسابيع موت وحزن وإن اشترك الإسرائيليون مع الغزيين فيه، إلا أنه صعب عليهم أن يدركوا درجات الصبر التي عليها الغزيين. أولئك القائمين على موتاهم لا يرتعدون خوفا ولا تفر من القلوب عزيمتهم وإن نزحوا إلى غير بيوتهم.